تحدثت وسائل إعلام العدو عن خطة نقل أعد الاتحاد الأوروبي لربط الضفة الغربية بالقدس وغزة عبر موانئ جوية وبحرية ومد سكك حديد وشق طرق السيارات من دون أي علم من العدو، وخلافا لخطته القاضية بالفصل التام بين القطاع والضفة. وقالت المصادر إن الخطة تدخل في إطار برنامج وضعه الاتحاد الأوروبي يستمر إلى عام 2045، ويهدف إلى خلق بنية تحتية ضخمة لربط جميع مدن الضفة الغربية بما فيها المنطقة جيم الخاضعة لسيطرة الاحتلال بالقدس الشرقية وقطاع غزة بالاتفاق مع الفلسطينيين، وإن الكيان الصهيوني ليس على علم مطلقا بالخطة. وقال وزير المواصلات في حكومة العدو إسرائيل كاتس أن الخطة كانت مألوفة له مدة عام بعدما قدمها الأوروبيون، لكنه عارضها لاحقا، مضيفا أن اتفاق الهدنة مع حماس يهدف إلى الفصل التام عن قطاع غزة. وتابع: لقد أوضحت أن غزة لن تتصل بالضفة الغربية، وكل هذه الخطط مجرد حبر على ورق وغير مقبولة تماما. وأعلن أنه يؤيد فصل غزة تماما عن إسرائيل وإعطائها منفذا على البحر وعدم ربطها بدولته أو بأماكن أخرى. وأكد كاتس: لن يكون هناك شيء من دون عودة جثتي الجنديين الأسيرين لدى حماس. نحن بحاجة إلى مد خط حدودي مع القطاع، وعلينا الذهاب إلى عملية الانفصال المدني عنه ونقل المسؤولية عنه إلى العالم والتحرك نحو السلوك العسكري فقط. أما موتي يوغيف عضو الكنيسة فقال إن خطة الاتحاد الأوروبي التي كشفت خلال مناقشة في لجنة برئاسة الإدارة المدنية الإسرائيلية هي خطة رئيسة خاصة بهم، ويخطط لها الاتحاد الأوروبي من وراء ظهورنا لإقامة دولة فلسطينية غير موجودة. فلمن ستكون الغلبة في الصراع بين مشروعين متضادين للأراضي الفلسطينية؟ لإسرائيل أم للاتحاد الأوروبي في ظل التجاهل العربي الكامل لهذه القضية؟